كلمة أخيرة تحب توجهها في البيت الكبير كابتن معتز، تحب تقول إيه للجمهور للبيت الكبير لا أنا اللي طبعا جاي على بالك يعني ما تفكرش فيه؟ لا أنا في البداية طبعا أنا سعيد جدا إن أنا موجود بالحوار الشيق ده، وسعيد إن أنا موجود مع حضرتك وكابتن مصر طبعا. حبيبي شرف ليا، وأي حد اللي هو يقعد مع كابتن مصر ده حاجة. كنت بتفرج على كابتن هاني من وأنا صغير، كان نفسي أبقى أوصل للنجومية بتاعت كابتن هاني طبعا. فشرف ليا ان انا موجود معاكم وفي قناه النادي الاهلي، وبتمنى ان انا اكون ضيف خفيف عليكم وعلى الناس. بشكر جمهور النادي الاهلي كله اللي دايما بيشوفوني في الشارع يعني بيساندوني وبيحبوني، وبشكر كل القائمين طبعا على العمل، بشكر كل الناس اللي ساندتني على مدار حياتي، بشكر والدي الله يرحمه تعب معايا كتير، والدتي ربنا يديها الصحه، بتتفرج عليا دلوقتي ربنا يديها الصحه طبعا، بتدعي لي كتير. بشكر طبعا عيلتي وزوجتي. ولادك ما بتفرجوش برضه؟ بيتفرجوا. ما بتتفرجش؟ بس هتلاقي محمد بيلعب ببجي دلوقتي، بيحب ما بيشوفش باباه. لا بس اكيد بيتفرج طبعا. عندي محمد وعندي كارما وعندي سيف، ما شاء الله عندي ثلاثه في الحمد لله. في حد برضه عنده مواهب كرويه حتى كارما؟ سيف الصغير لا كارما بتلعب سباحه ومحمد بيلعب سباحه، بس سيف بقى ان شاء الله. في بنات دلوقتي طالعين ما شاء الله بيحبوا كره القدم. وفي سيف كام سنه؟ خمس سنين. ده بقى الصغير خالص، ده بقى يعني ممكن يخش بقى مدرسه. ده بقى يعني ده الناس اللي يعني ده يعني الناس هي اللي بتتنبأ له دايما، الصغير هو اللي. وباباه مش بيتنبأ له يعني؟ الناس بتتنبأ له والده ايه؟ احنا عايزين بس يعني ايه يبقى العيله ماشيه زي ما هي. كان اينو الكبير وبعدين اينو الوسط وبعدين وسيف اينو. وسيف اينو بقى وسيف اينو ان شاء الله. فبشكركم طبعا. ميرسي. بشكركم طبعا، وكل سنه وانتم طيبين، وبتمنى لكم دايما التوفيق، وما شاء الله على المجهود الكبير اللي في القناه والتغيير اللي في القناه، بتمنى لكم كل التوفيق. احنا بنشكرك، انت نورتنا النهارده كابتن معتز. ميرسي يا كابتن.